بلغ حجم الاستثمارات في مدينة عدن الصناعية خلال النصف الأول من العام أكثر من 888 مليار ليرة سورية، وفق ما أوضحه مدير عام مدينة عدن الصناعية، حيث يتم استقطاب الصناعيين العاملين خارج حدود المدينة الصناعية، متوقعاً زيادة الطلب على المقاسم الصناعية بعد استكمال تنفيذ خدمات البنى التحتية. أنتجت الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في محافظة حماة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حوالي 297 ألف طن من مادة الإسمنت، فيما كانت مبيعاتها نحو 315,565 طناً وبقيمة قاربت 124 مليار ليرة سورية. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدول الأفريقية بإمكانها أن تصبح منتجة للمواد الغذائية لنفسها ومصدرة لها إذا امتلكت التكنولوجيا اللازمة، مشيرا في كلمة خلال قمة روسيا أفريقيا إلى أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية. وكذلك لفت الرئيس الروسي إلى أنه لم يتم الوفاء بأي من شروط الصفقة المتعلقة باستثناء الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة من العقوبات ووصولها إلى الأسواق العالمية، وتم وضع العراقيل أمام تبرعات روسيا بالأسمدة المعدنية لأفقر البلدان المحتاجة. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موسكو وكييف إلى إيجاد حلول عاجلة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا، وسط مخاوف سائدة بعد انتهاء مفاعيل اتفاقية أتاحت تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية. وأعلن السيسي تطلعه للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم ويضع حدا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب. قرر البيت الأبيض خفض توقعاته بشأن عجز الميزانية الأمريكية لعام 2023 لتسجل أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار، وهو ما يقل بنحو 26 مليار دولار عن تقديراته التي أطلقها في شهر مارس آذار، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب التراجع الملحوظ في الإنفاق بعد أن أحبطت المحكمة العليا الأمريكية برنامج الرئيس جو بايدن بشأن الإعفاء من قروض الطلاب.